لكم النهارده، واحنا معاكم مشاهدينا في حلقه جديده من لو كنت مكاني، اللي بنقدم فيها معاكم راينا ونصيحتنا لاي حد من المشاهدين بيمر بمشكله او واقع في حيره، عايز ياخد قرار مهم في حياته مش عارف ياخد القرار، لو كنا مكانه ممكن نتصرف ازاي. برحب بضيوفنا رشا محمد، اهلا يا رشا، وشيماء سعيد، اهلا يا شيماء، وايمان الوليلي، اهلا يا ايمان. اهلا يا سعيد. احنا طبعا مشاهدينا هنسمع مع بعض مشكلتنا، وهنستنى طبعا رأيكم في المشكلة دي، ولو كنتوا طبعا مكانها هتعملوا ايه. طبعا احنا المشكلات بتوصل لنا طول الاسبوع على ميل البرنامج طول الاسبوع، لو حد طبعا عنده اي مشكلة بيمر بيها ومحتار ممكن يبعت لنا مشكلته علشان نتناقش فيها النهاردة. احنا نسمع مع بعض المشكلة مشاهدينا ونرجع نتكلم في الحلقة. مسكت الموبايل وحاولت اكتب لكم رسالتي، وما كنتش متخيلة ان الكتابة صعبة للدرجة دي، ويمكن مش الكتابة اللي صعبة، قصتي انا اللي صعبة. ده انا حتى وصف لنفسي مش عارفة اكتبه، مش عارفة اكتب ايه. انا واحدة بنت، لا مش بنت بمعنى البنات. طب انسة؟ لا انا مش انسة. مدام؟ لا انا لسه مش متجوزة. اتوقع انكم عرفتوا قصتي وسبب عذابي. انا عندي 30 سنة، اتولدت في اسرة ميسورة الحال، بابايا شغال في دولة خليجية بيحول لنا كل شهر الاف الدولارات، ودخلت جامعة خاصة، ومن هنا كانت بداية قصتي. وانا في الجامعة اتعرفت على شاب معايا في الدفعة، وكنت شايفة بنات كتير حواليا مصاحبين ولاد، وانا محدش كان بيقول لي صح ولا عيب ولا غلط. المهم اتطورت علاقتي بالولد ده لحد ما للأسف أقنعني إنه بيحبني وإنه عايز يتجوزني، اتجوزني عرفي، وكتبنا ورقة بينا، وقال لي إنه كده أنا مراته وبقى يعاملني إني مراته. وقبل ما تخلص سنة رابعة اتخانقنا وسابني وتخرجنا واختفى من حياتي تماما ولا كأنه يعرفني. المهم أنا خدت الصدمة وكملت حياتي عادي، خروج وفسح وشغل، لحد ما اتعرفت على شاب تاني كان بياخد معايا كورس في الشغل، واتصاحبنا وحبني وحبيته، وبرضه للأسف حصل معاه زي اللي حصل مع الأولاني، لكن المرة دي من غير أي ورقة ولا عرفي ولا يحزنون، وبرضه سابني ولا خطبني ولا كمل معايا ولا دخلنا بيت. وبصراحة الموضوع ده عمل لي صدمة من نمط معين من الرجالة، وفقدت الثقة في معظم الرجالة، وكان بيتقدم لي عرسان كتير وانا كنت برفضهم، يا اما لانهم كانوا بيجولي وانا مرتبطه مع حد من ورا اهلي، او لانهم مش مناسبين ليا. ومرت الايام ورجع بابايا من السفر بعد ما طلع معاش، وبدا يتدخل جدا في حياتي وطلوعي ونزولي، وبدات المشاكل تكتر مع اهلي بسبب موضوع الجواز واني اتاخرت ولازم اتجوز. وخلال الفتره دي اتقدم لي واحد كلاسيكي بمعنى الكلمه، شخص محترم وكل حاجه، لكنه مش متفتح ومش روش زي ما بيقولوا، ووافقت عليه بالرغم من ان صحباتي كانوا مستغربين جدا اني وافقت عليه، وقالوا لي ده مش شبهك ومش روش خالص، بس انا كنت مقتنعه ان الشباب الروش ده مش بتاع جواز. المهم اتعرفنا واتخطبنا وحبيته وصرحته بكل حاجه غلط عملتها قبل كده، واستغربت من رد فعله لانه كان هادي وتقبل الموضوع، وقال لي ان ربنا غفور رحيم وانه مسامحني، لكني لاحظت انه بقى يعاملني وحش وبقى يغير عليا غيره مزعجه جدا، وكتير بقيت بحس انه بيحتقرني، مش عارفه الاحساس ده صح ولا لا. المهم اني قلت له اكتر من مره ان مفيش حاجه تجبرك انك تكمل، وممكن تفسخ الخطوبه، وهو اصر انه يكمل، لكنه استمر يعاملني نفس المعامله، وساعتها انا اللي قررت افسخ الخطوبه. وطبعا اكتئبت وزادت عقدتي من الرجاله، ورفضت عريس تاني جالي بعده لمجرد انه شبه اول واحد صاحبته. ودلوقتي انا في حيره كبيره جدا، انا متقدم لي عريس جديد برضه من اللي بيتقال عليه تقليدي ودقه قديمه، وهو من مواصفاته كويس جدا ناحيه شغله، وهو محترم واخلاق، بس انا مرعوبه من الموافقه ومش عارفه هل اصارحه زي الاولاني ولا اخبي عليه، علما ان شخصيتي مش بتعرف تخبي حاجه، وخايفه يعرف خلال حياتنا بعد كده بشكل او باخر وتحصل مشكله اكبر. بجد انا تعبت من التفكير، وعارفه اني استحق اللي انا فيه ده لاني اغضبت ربنا كتير، وانا اللي عملت ده بنفسي. لو كنت مكاني كنت هتعملوا ايه؟ سمعنا مع بعض طبعا مشاهدينا المشكله، بشكر نورهان اشرف على تسجيل الصوت للقصه. احنا طبعا هناخد تليفوناتكم ونشوف رايكم، هنشوف كمان طبعا راي ضيوفنا. واحنا دلوقتي قدام بنت عايزه تتجوز
ومش عارفه هي المفروض تصارح خطيبها بالقصه بتاعتها والماضي يعني بتاعها ولا لا. انت رايك ايه يا رشا؟ والله بصي، هو رايي هيبقى مفاجئ شويه، يعني ان الله ستار حليم، اللي ربنا ستره ما يفضحش نفسه ابدا، دي يعني اسم من اسماء الله الحسنى. وفي الاخر انا عبد وانت عبده وجوزها اللي هتتجوزه عبد، فمفيش حد هيستحمل ابدا مهما اتكلمت قدامه انه يستر ولا هيغفر. هو بني ادم في الاول وفي الاخر، هي تصفي نيتها وتستغفر كتير وتسيبها على ربنا، ويعني اللي ربنا ستره ما يفضحش نفسه ابدا. ده رايي. رايك ايه شيماء؟ والله انا رايي ان هو بصي الموضوع هيتعرف هي تحاول توصل له الموضوع بشكل هادي، واذا هو قابل انه يستمر كان بها، مش قادر يستمر دي حاجه يعني حق تمام، لكنها تخبي عليه انا مش معاها ملوش لازمه، يعني هيعرف بعد كده. ايه رايك يا ايمان؟ اولا انا بس يعني في حاجه عايزه اقولها، هي يعني باباها ادها حريه وسابها وسافر، هي استغلت الحريه خطا، غلطت غلطه، هي مشيت برضو في نفس الغلط تاني، الغلطه دي ما غلطتهاش مره واحده، هي غلطت مرتين، المره الاولانيه والجواز العرفي، بعدين غلطت نفس الغلطه تاني. ربنا طبعا يغفر لها، وهي برضو زي ما رشا قالت تستغفر كتير. الموضوع ان هي تقول لي بقى خاطبها اللي جاي لها ده لازم تقول له باي حال من الاحوال، لان هو هيعرف anyway، لازم هيعرف حاجه زي دي، توصل له بقى المعلومه بقى بطريقتها وتحكي له على اللي حصل، او يمكن هو يقبلها، ما جايز ان هو يقبلها على كده. الخطيب اللي قبليه ما قبلهاش، لان دي حاجه احنا ثقافه مجتمع، دي حاجه غلط وغلط كبير جدا، وهي يعني لازم تعرف حجم الغلط اللي عملته، ان دي مصيبه انها تعمل الغلطه دي، ومش مره واحده مرتين. تستنى لما يجي لها حد يوافق عليها زي ما هي كده وتحكي، طبعا ما ينفعش ان هي تخبي حاجه زي دي، لان دي حاجه هتتعرف وهتبقى المصيبه اكبر بعد كده، لان اللي خطبها في الاول ده هو الاول تقبل الموضوع عادي، بس اكيد بقى عشان احنا ثقافه مجتمعنا ومجتمع متحفظ، دي حاجه ما فيش اي راجل هيقبلها. تحكي للتاني واي حد يجي لها لازم تحكي له، والله اتجوزها على كده وخدها كده يعني موافق عليها وباللي حصل لها في حياتها، ماشي، ما هو ما وافقش عليها تكمل حياتها عادي جدا. وحته 30 سنه برضو دي دعاء، يعني بصي في كذا مشكله، انا عندي 30 سنه، عندي 30 سنه، كملي حياتك عادي. انت غلطتي وعملتي حاجات غلط في حياتك، كملي عادي وربنا هيبعت لك اللي هو يعني نصيبك هيجي لك، بس طبعا لازم تقول له ما تخبيش. طيب احنا ممكن نمسك القصه كده من اولها، انه هي الاول لما ارتبطت في الجامعه يعني اتجوزت عرفي، بس بقى السؤال بقى، السؤال بقى الجواز ده هو ده اللي نتكلم فيه، ده جواز فعلا ده كده بيتحسب جواز؟ ده بقى ده السؤال، بالشكل لو اللي هي قالته ده عرفي هو جواز مش جواز بالظبط، فعشان كده بقول لك تصبر على هي لا قالت لا عملوا اشهار ايوه هي قالت عرفي مشكله، ما قالتش ان هو طلقها لما تستمر مع الجديد لو انجبت. هو كمان من حقه انه يقبل او يرفض، لكن ان هي تطنش و طب في المقابل هو هيقول لها كل اخطائه برضه؟ ولا المطلوب مننا احنا كست تقول بس وهو يسكت؟ لا هي حاجات هنا كده الست فيها غير الراجل، في حاجه اسمها حاجات انا قدام ربنا عبد زي ما هو عبد بالظبط، الستر عليا زي الستر عليه، وربنا من اسمائه الحسنى الستار الحليم، بس بلس كمان بيتحط الغفور، أوكي يعني أنا الستار الحليم والغفور، بس احنا مجتمعنا مجتمع شرقي، مهما عملتي كده او كده انت في مجتمع شرقي، الشرف عندهم ده حاجه يعني فوق اي اعتبار، ممكن واحد يقتل عشان شرف اخته، يقتل عشان مراته، الشرف دي حاجة مقدسة، بصي دي في حاجة كده قارورة إزاز ما تقربيش من ناحيتها. أنت تتكلمي على حسب ثقافة مجتمعنا إحنا، مفيش أي راجل، يعني أنا بقولها مفيش أي راجل هيقبل حاجة زي دي، إلا بقى يعني لو هي استغفرت بقى وتابت، يمكن ربنا يبعت لها حد يحبها ويكون شاريها ويغفر لها الماضي بتاعها، دي بقى حالة استثنائية مش هتحصل أبدا، مش هتحصل، مش هتحصل أبدا. هي بقى لازم تعمل اللي عليها وتحكي لاي اللي وتبقى مذلوله ليه، وتبقى مذلوله ليه البني ادم وهو عبد، تبقى مذلوله ليه هو اساسا، هي المفروض تتذلل لربها عشان ربنا يغفر لها ويفتح لها باب التوبه فيحسن حياتها، لكن هي تذل نفسها لعبد ليه؟ هي مش هتذل، هي مش هتذل نفسها يا رشا، هي لازم تحكي. هي دلوقتي هي مشكلتها ايه؟ ان متقدم لها حد وكلاسيكي وحد تقليدي وفي كل المميزات زي ما هي بتقول، بس هي عايزه احكي ولا ما احكيش؟ لا لازم تحكي طبعا، احكي اللي حصل في حياتك،
هي مش هتتذلل، واجب عليها الاستغفار وانها تتوب. دي حاجه، الفكره حاجه ان الله ستار حليم. ما انا ربنا ستار، هي تفضح نفسها ازاي يا جماعه؟ يبقى استغنى عن الجواز. انا وجهه نظري الصراحه انها استغنى عن الجواز. استغنى عن الجواز اصلا. ايوه اصل هي لخبطت الدنيا يعني. تعالوا نشوف كده لخبطت الموضوع على الفيسبوك. هي لو مش هتتذلل لحد يبقى تستغنى عن الجواز. احمد بيقول بقالي 10 دقائق بحاول افكر في حل ما وصلتش غير ان الايه يعني اللي هي معناها ان الله غفور رحيم، والمشكله دي من المشاكل اللي ملهاش حل. هي ظلمت نفسها فبتدفع الثمن. البدايه توجه لربنا. ام احمد ربنا يسامحك ويغفر لك، بس الحقيقه ما ينفعش تتبني على كذب، بس في نفس الوقت مش قادره اقول لك صريحي لان الراجل الشرقي مش هينسى ولا هيسامح في موضوع الشرف. ربنا يديكي للصح. فاطمه هي حكايتك ترعب، خصوصا ان هي مش غلطه واحده لكن اتنين، بس ربنا غفور رحيم. قبل اي بقى موضوع جواز وكده توبي لربنا وصلحي علاقتك بربنا الاول، وهو بقى اللي هيعمل لك الخير وربنا يستر البنات كلهم. شهندة بتقول استغفري وتوبي وإن الله غفور رحيم والصدق بينجي، واستخيري إنك تعملي إيه. والبنات ما تسمع القصة ياريت كل واحدة تتعظ. وعبد الله بيقول لها اوعي، ربنا ستير وهو ما يحبش ان هو يستر العبد والعبد يروح يفضح نفسه ويقول انا عملت كده وسويت كده. بس الاساس لازم التوبه، والتوبه اساسها انك تنسي الذنب ده حتى بينك وبين نفسك. وانسي. ميدو استغفر الله العظيم رب العرش العظيم، اول حاجه انت غلطتي، بس الراجل بالذات محدش يصارحه بحاجه لانه بيذل بيذل بيذل. انت مستعجله قوي. ليه لسه ربنا وما جابلكيش نصيبك؟ وابعدي عن الطريق الغلط. اسراء ربنا ما بيقفلش بابه لحد، استغفري وصلي ووكلي امرك لله وخلي ربنا، وقولي يا رب دبر لي امري وان شاء الله خير. يزيد لو استغفرتي وتوبتي توبه نصوحه ربنا هيستر عليكي وهيحفظك. ميرفت ربنا بيستر العبد، فخليكي كلك ثقه ان ربنا غفور رحيم. وما تقوليش حاجه للعريس الجديد وبداي حياه جديده وانسي الماضي. مودي استغفري وتوبي وقولي ان انت مش تعملي كده تاني وربنا يسامحك. ام محمد حبيبتي ربنا غفور رحيم وممكن ما تتجوزيش اصلا، او تتجوزي واحد يعرف يسامحك ويكمل معاكي، بس بلاش فكره الغش وتوبي واتقي الله وربنا هيجعل لك مخرج. ايام مشكله صعبه جدا، حاولي ترضي ربنا والخداع مش هو الحل، احسن نصارح. وحافظي على الصلاه والاستغفار والدعاء وربنا ينجيكي ويتولاكي برحمته. ساره ما تتسرعيش في الجواز خالص لما نفسيتك تتحسن من كل اللي حصل، وعشان كمان الاختيار يبقى صح وتبقي مستعده نفسيا. بتول ما فيش احسن من انك تتوبي وترجعي لربنا وتستغفري كتير وروحي اعملي عمره. وكل ده احسن من ان المشكله تبقى بس في العريس او الجواز. وما كنتيش المفروض تحكي لخطيبك ده لان انت مش ضامنه انك تكملي معاه ولا لا، يعني تستري على نفسك. حسين الصراحه بتقود للنجاه. لوجين لا حول ولا قوه الا بالله ربنا سترك، بلاش تفضحي نفسك لحد. وبعدين المصارحه في الموضوع ده مش لصالحك مهما كان الشخص متفتح، عشان دي غلطه، وقربي ربنا عشان هو الستر هيجي من عند ربنا. يعني دي بعض الاراء. شفنا في جزء بيقول لها خلاص انسي الموضوع، وفي جزء بيقول لها لا لازم تصرحي. بس الاغلب الحقيقه اجمع على حاجه ان النقطه الاولانيه لازم استغفار. تبقى الاستغفار والتوبه، يعني هي لازم تحس طبعًا. تعمل وقفه مع نفسها تحس ان اللي فات ده كان غلط وتستغفر وتتوب. لكن حته الخديعه، كلمه الخديعه المذكوره دي مش خديعه، دي هي مش بتخدع، هي بتستر نفسها. في فرق ما بين خديعه وستر، هي بتستر نفسها. بعدين مش ضمنها اللي هتتجوزه ده هتتجوزه، ممكن تفضل تقول الواحد والواحد والواحد والموضوع منتشر.
بس هي وصلت لنقطة دلوقتي هي عايزة تاخد رأي الناس، يعني أقول له ولا لا؟ ما هي عايزة تتجوز. إن الله ستار حليم. ما ينفعش يا رشا، لازم تقول له، لازم تصارحه. لا طبعا. ما هو ممكن بعد كده يكتشف، يعرف ربنا بقى. هي بصي بغفرانها ربنا يعني لما تستغفر كتير ربنا يوقم لها حياتها، إن هي الموضوع يبقى متداري. بدل ما هي التوبة من جواها ربنا هيقف معاها، خلاص هي تابت واستغفرت، فربنا تأكدي كريم هيقف معاها وهيسترها. بس خلاص دي حاجة تكون على يقين من ده من جواها، مش تبقى خايفة. لا ما تبقاش خايفة من العبد خالص، هي خافي ان ربنا ما يغفر لكيش. خلي كل خوفك على ان ربنا يغفر لك، ساعتها هي هتقف خلاص واستغفرت، كل تتذلل لربها مش تتذلل لبني ادم. بس ده صح، ده صح، وانا معاكي يعني 100% في الكلام ده يا رشا. بس هي لو هي داخله على حياه وخلاص هتتجوز الشخص ده، لازم تقول له ايه اللي حصل في حياتها. هو كمان وعلى هذا الاساس، هو كمان هو احنا بقى، ما بقول لك احنا انا مجتمع ولا امشي على كلام ربنا؟ على انا دلوقتي امشي على مجتمع ولا امشي على كلام ربنا؟ بصي احنا مجتمعنا. هي بقى النقطه انه هي بتفكر تقول له ولا لا، هي خايفه ان كل التفكير الرجاله اللي هي شايفة ان دلوقتي هم دول اللي هيصلحوا للجواز، اللي هم تقليديين شوية، هي خلاص مش عايزة الشباب الروش ده زي اللي هي عرفتهم قبل كده، هي عايزة بقى تعيش، في شايفة ان هي تروح لزوج تقليدي. هل بقى التقليدي ده هي بقى النقطة، ان احنا نحط مكاننا بتفكير الراجل. ايوه، مش لازم الراجل هيفكر ازاي. الراجل بقى هيسامح ولا مش هيسامح؟ بصي، تقليدي او روش او يعني ايا كان المسمى، هو راجل وعبد لربنا. خدوا بالكم الحته دي، هو انسان طاقته الغفران والتسامح عنده هتكون قد ايه؟ هو بني ادم، هو هيسامح في لحظتها، بس بعد كده كل ما هيحصل دروب هيفتكر اللي حصل. هو بني ادم على فكره، والا بقى كمان فذللتي نفسك ليه؟ والا كمان بقى لو هي كملت حياتها من غير ما تقول له يا بنتي انا لا، انا عايزه اوصل لك غفرانك وطبتك. انت يا شيماء تفتكري ان انت لو كنت راجل، لو فكرنا بتفكير الراجل هيسامح؟ ما بيسامحش وما بينساش، مش هيقبل اصلا. الستات ليها تفكيرها مختلف، لان هي ربنا خالق تكوينها كده، على انها بتشوف طول النهار غلطات من الاطفال وبتعاقب وبتنسى وبتسامح، غير الرجال. الرجاله طالما غلطتي الموضوع انتهى. لا بس انا مقصود بيها الستر للراجل والست او طفل او ايا كان عمل غلط. دلوقتي انت عملت غلط وربنا سترك، ايا كان بقى، الست ولا راجل، على الكل. بصي انا طيب، انا مش معاها ولا 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 مع رشا ولا مع ايمان في انه نقول او ما نقولش. انا هي الفكره انت عكيتي الدنيا، فصلحيها هي الاول وبعدين نفسك، يعني صلحي نفسك وشوفي الحياه فيها حاجات تانية كتير مهمه. انت حرمتي نفسك ما تتجوزي خالص من متعه في وقت الكليه زي الصحاب والخروج تطوير نفسك، ان انت تعلي وتدرسي، ودخلتي نفسك في حته، زنقتي نفسك في حته صغيره قوي ووحشه يعني بصراحه. فهي محتاجه بس الاول تركز كده وتهدى وتطلع من العك اللي هي عكته ده، وبعدين تبتدي بقى تفكر في الجواز، ولا عشان تقدر اصلا. هي لو جابت اطفال هتربيهم ازاي؟ هي دماغها اصلا بايظه، وفين باباها؟ هو باباها مسافر، باباها ظهر مؤخرا في حياتها. يعني المشكله دي خالص. يعني المشكله دي بتدق الباب على الاب والام، خلي بالك قبل البنت بصراحه. بس هي برضو بصراحه الغلط كله على باباها. هي برضو هو باباها ومامتها ادوها حريه، هي استغلت الحريه غلط، ابتلاء عليها، ما بقتش حريه، ما بقتش نعمه على صغيره في الجامعه. يعني انت لو عندك طفل واديتي له في ايده لعبه، تمام، قلت له دي امان، فلوس وحريه، انت كبير، خلاص هو استغلها على قد مفهومه. كان لازم انت تقعدي وتعلميه. في مشكله عند الاب والام، لان انت عندك خبرات، هو ما عندوش الخبرات دي. هي مشكلتها انها كررت الغلطه، هي عملت الغلطه دي والجواز مفيش رقيب، قررت الغلطه تاني. هي دي بقى هنا المصيبه. لان ممكن لو هي حكت حاجه زي دي اللي هيقول لها لا، طب وانا ايش عرفني بقى ان انت اتجوزتي؟ هو الموضوع اساسا التنشئه في البيت، ولا التنشئه نفسها مش هتفتح على نفسها. يا ريت يصدق اصلا ان هي مره. وكمان نقطه يا دعاء، 30 سنه دي مضايقاني قوي. يعني كل اغلب المشاكل اصلا عندي 30 سنه، 30 ايه 30 سنه؟ وبعدين طب اصل مش الجواز كل حاجه، ممكن زيجه تبقى يعني تجيب لها كل البلاوي، وممكن حياتها كده وتعلى في شغلها، ودي مشكله تاخد كام على بعضها. دي اللي تعلى مش حاجه كويسه. يعني واضح ان هي اساسا ما عندهاش خبره بالتعامل مع الناس، فهتتجوز وهتطلق. مش لازم. تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل مشاهدينا هنسمع القصه مره تانية، وهنستنى بقى بعدها مكالماتكم ورايكم ايه لو كنتوا مكانها تعملوا ايه.
واحدة مسكت الموبايل وحاولت أكتب لكم رسالتي، وما كنتش متخيلة إن الكتابة صعبة للدرجة دي. ويمكن مش الكتابة اللي صعبة، قصتي أنا اللي صعبة. ده أنا حتى وصف لنفسي مش عارفة أكتبه، مش عارفة أكتب إيه. أنا واحدة بنت، لأ مش بنت بمعنى البنات. طب أنسة؟ لأ أنا مش أنسة. مدام؟ لأ أنا لسه مش متجوزة. أتوقع إنكم عرفتوا قصتي وسبب عذابي. أنا عندي 30 سنة، اتولدت في أسرة ميسورة الحال. بابايا شغال في دولة خليجية بيحول لنا كل شهر آلاف الدولارات، ودخلت جامعة خاصة، ومن هنا كانت بداية قصتي. وأنا في الجامعة اتعرفت على شاب معايا في الدفعة، وكنت شايفة بنات كتير حواليا مصاحبين ولاد، وأنا محدش كان بيقولي صح ولا عيب ولا غلط. المهم اتطورت علاقتي بالولد ده لحد ما للأسف أقنعني إنه بيحبني وإنه عايز يتجوزني. اتجوزني عرفي وكتبنا ورقة بينا، وقال لي إنه كده أنا مراته وبقى يعاملني إني مراته. وقبل ما تخلص سنة رابعة اتخانقنا وسابني وتخرجنا واختفى من حياتي تماما ولا كأنه يعرفني. المهم أنا خدت الصدمة وكملت حياتي عادي، خروج وفسح وشغل، لحد ما تعرفت على شاب تاني كان بياخد معايا كورس في الشغل، واتصاحبنا وحبني وحبيته، وبرضه للأسف حصل معاه زي اللي حصل مع الأولاني، لكن المرة دي من غير أي ورقة ولا عرفي ولا يحزنون، وبرضه سابني ولا خطبني ولا كمل معايا ولا دخلنا بيت. وبصراحة الموضوع ده عمل لي صدمة من نمط معين من الرجالة، وفقدت الثقة في معظم الرجالة، وكان بيتقدم لي عرسان كتير وأنا كنت برفضهم، يا إما لأنهم كانوا بيجولي وأنا مرتبطة مع حد من ورا أهلي أو لأنهم مش مناسبين ليا. ومرت الأيام ورجع بابايا من السفر بعد ما طلع معاش، وبدأ يتدخل جدا في حياتي وطلوعي ونزولي، وبدأت المشاكل تكتر مع أهلي بسبب موضوع الجواز وإني اتأخرت ولازم أتجوز. وخلال الفترة دي اتقدم لي واحد كلاسيكي بمعنى الكلمة، شخص محترم وكل حاجة لكنه مش متفتح ومش روش زي ما بيقولوا، ووافقت عليه بالرغم من إن صحباتي كانوا مستغربين جدا إني وافقت عليه، وقالوا لي ده مش شبهك ومش روش خالص، بس انا كنت مقتنعة ان الشباب الروش ده مش بتاع جواز. المهم تعرفنا واتخطبنا وحبيته وصرحته بكل حاجة غلط عملتها قبل كده، واستغربت من رد فعله لانه كان هادي وتقبل الموضوع وقال لي ان ربنا غفور رحيم وانه مسامحني، لكني لاحظت انه بقى يعاملني وحش وبقى يغير عليا غيرة مزعجة جدا، وكتير بقيت بحس انه بيحتقرني. مش عارفة الاحساس ده صح ولا لا. المهم اني قلت له اكتر من مره ان مفيش حاجه تجبرك انك تكمل وممكن تفسخ الخطوبه، وهو اصر انه يكمل لكنه استمر يعاملني نفس المعامله، وساعتها انا اللي قررت افسخ الخطوبه. وطبعا اكتئبت وزادت عقدتي من الرجاله، ورفضت عريس تاني جالي بعده لمجرد انه شبه اول واحد صاحبته، ودلوقتي انا في حيره كبيره جدا. انا متقدم لعريس جديد برضه من اللي بيتقال عليه تقليدي ودقه قديمه، وهو من مواصفاته كويس جدا ناحيه شغله وهو محترم واخلاق، بس انا مرعوبه من الموافقه ومش عارفه هل اصرحه زي الاولاني ولا اخبي عليه، علما ان شخصيتي مش بتعرف تخبي حاجه وخايفه يعرف خلال حياتنا بعد كده بشكل او باخر وتحصل مشكله اكبر. بجد انا تعبت من التفكير وعارفه اني استحق اللي انا فيه ده لاني اغضبت ربنا كتير وانا اللي عملت ده بنفسي. لو كنت مكاني كنت هتعملوا ايه؟ معاكم مشاهدينا مرة تانية ومعانا تليفونات. نور، أهلا يا نور. نور سامعاني؟ أيوة أيوة حبيبتي اتفضلي. أيوة حضرتك أنا مع جدا. سامعاني؟ سامعاكي، قولي رأيك. حضرتك أنا عندي 20 سنة. أنا مع جدا إن ربنا غفور رحيم مع الكلام الأولاني. حضرتك هي ممكن يتقدم لها 6 أو 7 أشخاص، فبالتالي هي مش هتتكلم مع 6 7 أشخاص عمرهم يعني عمرهم ما هيكتموا السر بتاعها، فبالتالي الموضوع هينتشر بالفعل. هي ممكن تتكلم وتقول في حالة واحدة، لو هو مثلا عارف حاجة وجاي صريحه هي تصرح وما ينفعش ان هي تنكر، لكن ما ينفعش انا هو جاي كده وخلاص. فانا طيب سميره اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. بحييكي وحي ضيوفك. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. انا مع الراي الاولاني ان الله ستر، فمش لازم ان هي الاول تتجه الى ربنا وتحاول تستغفر ربنا وتستر دي وتتريث في انها توافق على اي حد يجيلها، ما تتسرعش وتتجه الى ربنا وتطلب منه العفو والمغفره
وتخش شويه في الدين. هي اكيد كانت الفتره اللي فاتت دي كلها بعيده عن الدين، فهي بس تخش شويه في الدين وان شاء الله ربنا هيهدي لها نفسها وتطلب من ربنا السماح، وبعد كده تقول رايها. بس يعني خلاص هو ربنا ستر عليها ومحدش يعرف الا هي، دي حاجه بينها وبين ربنا، وان شاء الله باذن الله لو هي اتجهت الى ربنا باتجاه الصح وعن قناعه وادت فروضها وادت عباداتها ان شاء الله ربنا هيقف معاها وهيسترها معاها، وهي يعني بعشتها مع البني ادم اللي هي هتوافق عليه بعد تفكير وبعد تريث، وان شاء الله ربنا يرزقها بالخلف الصالح وهتتلاها في الدنيا وفي عيالها وفي زوجها، وان شاء الله ربنا يوفقها ويسامحها ويغفر لها باذن الله هي واللي زيها. يا رب امين يا رب، ربنا يستر علينا كلنا يا رب. يا رب. شكرا. شكرا. ماشي احنا معاها ان هي تستغفر وترجع لربنا وتتوب، لان واضح ان هي الجانب الديني عندها يعني ضعيف ضعيف ومش مظبوط شويه. هو واضح ان باباها او اهلها يعني على اساس زي ما بنقول بيشوفوا لقمه العيش بيجروا ورا لقمه العيش وبيجيبوا الفلوس وكده، فساب بنته او ولاده، يعني هي ما قالتش عندها اخوات حتى ولا ايه، ساب الولاد وركز اكتر في الفلوس. يعني هو طبعا ممكن نقول معذور، بس في نفس الوقت لازم يبقى في توازن بين ان انا اجري على لقمه العيش واني اربي. يعني ممكن لازم يبقى في توازن. تكمل دراستها جنبه في البلد اللي هو فيه، يعني مش لازم تبقى هي في بلد والاهل في بلد. بس انا شايفه برضو انها مع احترامي لراي رشا، انا ضد رايك، انها لازم تقول للي هتتجوزه. لو دخلت بقى خلاص ان هي الموضوع بقى سيريس وهتتجوز، لو يعني اتخطبت خلاص الخطوبه دي مشيت انها هتبقى جواز ودخل على حياه، لازم تصارحه بكل حاجه. يمكن التوبه بتاعتها واستغفارها لربنا زي ما رشا بتقول ده يخلي اللي قدامها يتقبلها بكل ما فيها، بس لازم تقول، لان حاجه زي دي في مجتمعنا اللي احنا بنتكلم عنه وثقافه مجتمعنا دي مش هتبقى مقبوله باي حال من الاحوال. طيب ناخد هدى. اهلا يا هدى. الخط قطع. طيب حاولي تكلمينا مره ثانيه. في نقطه مهمه بقى اللي هم اصحابها اللي هي جابت سيرتهم يعني في القصه، الاصحاب وممكن ازاي ان هم يدوا على قد خبرتهم، هم كلهم صغيرين كانوا في الجامعه كده، يدوا خبره غلط لبعض. ما ده بقى للاهل هي اهلها بعيد عنها، الاهل بيزرعوا ايه يا دعاء؟ ده صح وده غلط، ده حلال ده حرام، حافظي على نفسك. دايما بيوعوا. هي يا عيني البنت دي بعيدا عن التوعيه تماما، وواضح ان هي شخصيتها من النوع اللي ضعيفه، فممكن انها تغلط وممكن تعمل حاجات غلط. هي المشكله دي اساسا شقين، الشق الاولاني الاب والام والتربيه، والشق الثاني الخطا اللي حصل من البنت. فالجزء الاولاني بتاع الاب والام ده ادى الى ان طبعا هيبقى فيه اصحاب مش كويسين والبنت هتفكر غلط، فده ده الاساس، ده الاساس. احنا لو اتكلمنا على الاساس ده هياخد موضوع كبير قوي. فاحنا في المشكله بتاعه البنت دلوقتي دي، هي مشكله البنت ليها حل اللي هي الستر، اما مشكله الاب والام دي بقى ده موضوع تاني، ده ابتلاء جالهم في تربيه البنت، والواضح ان كده الموضوع فشل منهم. فربنا معاهم ويغفر لهم. هم ما كانوش موجودين عشان لا الاب بس أصلاً. الام موجوده، الام يعني الام بالاب ما جابتش سيره مامتها، هي بتقول بابا كان مسافر، هي بتقول باباها كان مسافر. فاكيد لو الام موجوده يبقى الام في مشكله كبيره، الاب بيشقى وبيجيب فلوسه، فالام المفروض تاخد الدور ده بالام والاب. ففي مشكله تايهه، فاهماني ازاي في حته التربيه يعني. ايوه طبعا انا عند رايي برضو انها هي اولا اصحابها اكيد مش هيحبوا انها تبقى احسن منه، مستحيل. يعني هو دلوقتي حتى لما هي بتفكر عايزه بقى تتجوز وتستقر وكده، لا تبعد عن صحابها خالص، يقول لها بتختاري يا حد تقليدي ده مش رويش ده ايه. لا لا التفكير بتاع صحابها ده كده غلط خالص. هم مش هم اللي هيدوها النصيحه، لان هم عارفين وممكن بعد كده يعملوا لها مشكله، وكمان اساسا مش هيحبوا انها تبقى افضل منهم، ولا يعني ما تعودناش احنا على السماحه دي شويه للاسف. هي في الرجاله بس موجوده السماحه صح؟ حاجة. إيه؟ السماحه موجوده بس في الرجال. لا انا ما بتكلمش على الرجال، انا اصلا ضد فكره انها تتجوز. ده موضوع تاني خالص. يعني هي اصلا باظت الدنيا، هي مش مفترض انها تتجوز دلوقتي، مخها مش هيبقى يختار صح. لا هيختار صح ولا هيبقى قد المسؤوليه دي. يعني عشان تكمل فيها محتاجه هي نفسها تبقى من جوه صافيه وهاديه ومرتاحه، انه لما يقول لها اي حاجه تبقى مستقبلاها كده عادي،
لان مشاكل الجواز كتير مش طبيعيه. لو هي اتجوزت بالطريقه دي وهتستغفر الاستغفار ده واجب عليها، ده اساسي، لازم بقى دلوقتي تستغفر وتتوب. ان هي ما يعني اول دايما بيقولوا ان ربنا بيقبل التوبه لما يقرر العبد ان هو ما يكررش الذنب تاني. فهي تعمل كده. واللي انا ضدك فيه انها لازم برضو تقوله. هقول لك ليه؟ لانها بعد كده في حياتها هي هتبقى حاسه ان هي مجرمه. لا لا لا، اي استغفار بيمحي كل ده. البني ادم لما بيستغفر وبيتوب ونيته بتبقى سليمه اتجاه ربنا، ربنا بيغير حياته كلها. يعني تنسى، بيرزقه من حيث لا يحتسب في كل حاجه. لو قالت له هو مش هينسى، لا 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 هتنسى. انا عايزه اقول لك هو لو قالت له مش هينسى، لكن هي الاستغفار ربنا يرزقها من حيث لا تحتسب، في الزوج وفي الاولاد وفي الستر وفي كل حاجه. ربنا هي عليها التوبه والاستغفار بس. بص يا رشا، هو مش ربنا هيرزقه اساسا ان هو يعرف، لان ده عبد، ده زي بالظبط. انت بس هي الفكره في حاجه واحده، هي تقدر تبقى قد مسؤوليه جواز، تدعي بقى باللي هي فيه ده بالاستغفار وبالهدايه من عند ربنا، هتبقى باللخبطه اللي جوه ان شاء الله. طب تعالوا نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل وناخد تليفونات مشاهدينا بعد الفاصل. معاكم مشاهدينا مره تانيه على الهواء مباشره، ومعانا تليفونات. استاذ محمد اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك. اهلا اهلا وسهلا يا فندم. احنا سعداء بمكالمتك، علشان برضو يعني حضرتك اول راجل يتصل في الحلقه النهارده في المشكله. أيوة. دي حابين نعرف برضو راي الراجل ايه. والله انا من رايي بصراحه، انا لازم هي يعني لازم تصرح بكل حاجه من البدايه عشان تبقى يعني يبقى الامر يبقى معروف بينها وبينه. طيب ويعني حضرتك من وجهه نظرك كراجل، يعني الراجل بيفكر ازاي في حاجه زي كده؟ هيقدر يسامح؟ هو هيقدر يسامح طبعا، يعني على بس لو في لو من بدايتها لو في صراحه هيقدر يسامح. وطبعا هو ربنا غفور رحيم، يعني ربنا هو اللي بيغفر، هو اللي بيسامح يعني قبل اي شيء يعني. تمام، بشكر حضرتك جدا، شكرا. طيب ده راجل طيب. احنا سمعنا راي راجل وهو بيقول انه يقدر يسامح لان ربنا غفور رحيم، بس ان هي ايه تصارح. في مثلا روبي بتقول هنقل راي شيخ، هو انك لازم تصدقي النيه مع الله وتتوبي التوبه النصوحه وتسالي ربنا المغفره والهدايه وتكوني نعمه الزوجه والاخلاص لزوج المستقبل. وصدمني لما اكد على مبدا الستر بل وجوبه، لانه ببساطه ربنا لما امرنا بالتوبه ما شرطهاش بالاعتراف بالذنب لاي مخلوق مهما كان صفته، لانه اعلم بنفوس خلقه ولا نعلم مين هيكتم السر او مين هيبتزنا بعد كده. التوبه ما بتلزمش العبد المذنب بالاعتراف لانه امر قاسي، خصوصا بعد التوبه وكره المعصيه. بنستثقل الذنب على لساننا، وكمان التوابع بتفسد على العبد حياته. صدقيني لحظه ما هتتوبي توبه نصوحه ربنا هيسخر لك قلب راجل يحافظ عليكي وتحافظي عليه، وربنا يغفر لنا جميعا. اللهم اغفر لنا يا رب واسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. وبالنسبه بقى لنقطه الشيخ والفتوى وكده، فطبعا دي نقطه ما حدش فينا يقدر يتكلم فيها، هي فعلا لازم او اي حد عنده مشكله حرجه زي كده عايز يعرف راي الدين لازم هي تروح لدار الافتاء او تتصل بدار الافتاء في التليفون تحكي لهم كل التفاصيل وتاخد الفتوى مباشره. كل واحد حالته بتبقى غير التاني طبعا، فتاخد الفتوى مباشره من الشيخ، لان محدش يقدر يتجرأ على فتوى صريحه في حاجه زي كده. الشيخ بس اللي يقدر بعلمه ودراسته اللي يقول ويقول على كل التفاصيل، وهي تحكي على كل التفاصيل ويقول لها هو رأي الدين ايه. لكن طبعا بصفة عامة انه الاسلام يعني بيأمر بالستر وبيحب الستر، وهي ربنا سترها الله حليم، ربنا سترها معاها الستر طبعا في كل الحياة. حتى احنا لو شفنا الواحد لو شاف حاجة عن حد من اللي حواليه لازم يكتم ويستر، الستر اولى اكيد. هي ربنا سترها معاها مرتين، المرة الأولانية والمرة الثانية، يعني ستر من عند ربنا. ما هي واضح إن هي من القصة دي ومن غلطاتها دي إن هي شخصية عاطفية وضعيفة، حاسة بتأنيب ضمير، حاسة بتأنيب ضمير، ودي بداية حلوة. مش مع يعني هي مش
مش جاهزه للجواز دلوقتي. يعني هي دي انسب. هي واضح انها بتفكر في نقطه ان هي تتجوز. انا عايزه اتجوز، انا عندي 30 سنه اقول له ولا ما اقول له؟ ما بتفكرش في التوابه، ما بتفكرش في التوبه النصوحه، لا تفكر قوي في علاقتها بربنا وتتوب وتستغفر. والله ربنا يفتح لها يعني طريق وهيبعت لها حد كده ياخدها زي ما مش هيبقى عارف عنها حاجه خالص. يعني تقول ولا ما تقولش يا ايمان؟ لا تقول. طيب يا شيماء ايه رايك؟ هي دلوقتي المشكله جايه منين؟ انا عندي 30 سنه، الناس بتقول انا عندي 30 سنه فلازم اتجوز، بابا وماما عايزين يطمنوا عليا في البيت، راجل بيحميني، في حين انه مش لازم. يعني ممكن ما يحميهاش، ممكن يبهدلها. هي يعني عارفه ايه، وما علموهاش اساسا يعني ايه اصلا مسؤوليه، ويعني ايه جواز، ويعني ايه حريه تاخدها وتخرج بيها وتقدر ترجع يعني من غير ما تغلط. تمام. فهي الازمه بس انه لازم تفهم هي الكلام ده، تبقى محتاجه علاج نفسي. هي مش مؤهله، هي واضح ان هي شخصيه لسه مش مؤهله لجواز ولا اي حاجه، لازم خالص تقف الاول كده على ارض تقف وقفه مع نفسها، تظبط نفسها، تظبط نفسها، محتاجه تكبر الاول علاقتها بربنا هي ستيل، وبعدين تفكر في الجواز بقى وتشوف يعني تستنى. تعالوا ناخد ملك. اهلا بيكي. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. الو سامعاكي. انا كنت عايزه احط نفسي مكانها زي ما هي بتقول. لو انا كنت مكانها فعلا انا هستخير ربنا وافضل مع ربنا افضل، لان مفيش راجل هيصر على اي بني ادمه حتى لو كانت اخته، حتى الاخ بيفضح اخته يعني. فانا ما رجحش حتى لو هي ارتبطت هي تفضل مع ربنا احسن. ربنا لو رايد لها ان يجي لها واحد يكون كويس يراعي ربنا فيها ويسامحها على كل اللي فات، ربنا كريم وغفور والحمد لله. يعني مفيش بني ادم ما بيغلطش، بس ده ممكن يكون ده درس ربنا اداهولها علشان هي تتعلم منه ان مفيش بني ادم ليه امان خالص، وان هي تفضل واقفه جنب نفسها ومع نفسها، لان مفيش حد هيساعدها ولا يبقى ظهرها ولا سندها غير ربنا. ربنا هو الغفور الرحيم لكل الناس ولاي حد، هو اللي هيبعت لها اللي يحميها ويحافظ عليها. لكن هي لو قالت لاي حد او حكت له هيقلل منها ومن شانها ومن قيمتها، وهتاخد تسمع كلام مش هيبقى كويس بالنسبه لها. هي افضل حاجه تفضل مع ربنا، لان ربنا هو غفور رحيم هيبعت لها ان شاء الله بقلب اللي تستاهله. ولو ما بعتلهوش هي يعني ايه؟ طيب الخط قطع، شكرا ليكي. ومعانا استاذ عبد الله، اهلا وسهلا. الو. طيب الخط قطع، معلش حاول تكلمنا مره تانية. طيب في حاجه هي بقى تاني على اللي هي خطبت له في الاول ده، وان هو واضح ان هو كان بيحبها وحد كويس جدا. ولما قالت له تقبل الموضوع مش شويه، ما هو بقى حس ان هو مش هيقدر ان هو يقبل حاجه زي دي ويكمل او يكمل معاه حياته بالطريقه دي. هو قلقان. تخيلي يا رشا لو هي اتجوزت من غير ما تقول اللي هي تتجوزه، هي الاحسن ما تقولش عشان ما تقعش في المشكله دي تاني. هي المشكله لو عرف هي هتبقى مش متجوزه دلوقتي، هي مش متجوزه هو سابها. بعد كده تخيلي لو كانت مخلفه مثلا، ولا مخلفه ايه، لا ده قبل ما تخلف يعني كل الحاجات دي هتتكشف. مش مطالب قدام ربنا ان هي تعترف، هي مش مطالب بده. انا علاقتي بربي مش علاقتي ببني ادم عبد زي زيه. انا مش مطالب مني ان انا اتذلل واقول له انا مش هتذل، انا مش هتذل، انا لا ازاي ليه؟ لا ازاي، ده بني ادم. اعكسي الموضوع دي. لو انت دلوقتي جه حكى لك وقال لك فلانه انا عملت كذا وكذا وكذا، وفي يوم من الايام لقيتيها مره واحده الشخصه دي دخلت عليكي، احساسك انت هيكون ايه؟ مش هتبقي سليمه من جوه. انت بني ادمه، انسانه ليكي طاقه، ليكي طاقه غفران معينه، لكن الانسان ربنا الموضوع كبير قوي. على ان هي لازم تتجوز علشان ايوه، ما هي بقى عشان هي عندها 30 سنه. هي تهدى وتستغفر ربنا وتتوب دوب بسيطه، ما هي بتقول اي حاجه تسافر. هي بتقول انا عندي 30 سنه. 30 سنه يا ربي، ايه ده 30 سنه؟ ايه 30 سنه؟ اشتغلي والله العظيم لو عرفت ربنا صح واستغفرت وتابت وزي ما رشا بتقول الدنيا فيها حلوه، ونسيت موضوع الجواز ده. اصل مش كل حاجه الجواز، اتجوزي وعملوا هو مهم برضه، هو الجواز مهم برضه. افرضي هي عايزه تتجوز يا ستي، يعني هي الفكره مش كده، عايزه تتكلم يعني مشاكل هتعرف تربي. الجواز مهم، بس لو هيعمل لها مشاكل وهتطلق يعني تقف الاول تظبط نفسها. تظبط نفسها هي الاول، تقوي شخصيتها كده. مش ضروري قوي ان هي دلوقتي تتجوز، واضح ان هي ضعيفه وعاطفيه وغلبانه وطيبه وصغيره. هي اهم حاجه تبقى عندها 10 سنين لما تتوب توبه نصوحه ربنا، هي لسه تكون ناضجه اكتر من كده، يعني لسه سن مراهقه. هي صغيره وغلطتها 30 سنه مراهقه، مخها هي مخها سن مراهقه. ما هي ممكن تكون عندها 50 سنه. ده خلي بالك، خلي بالك برده ده بسبب الاب اللي مسافر، فهي محتاجه حد يبقى معاها، راجل معاها. ما فيش الحته دي مهمه برده.
هو الاب مسافر فبتعوض ده في اي راجل بتعرفه. بصي انا ده واضح كمان يعني. لا ممكن بابا يكون عندها نقص، ممكن بابا يكون مسافر، ممكن بابا يكون متوفي. الام بتربي، اقول لك على حاجه، انا بابا الموضوع متوفي، مامتي ربتني عرفتني الحلال والحرام يعني بصي ما تتخيليش، زرعت فيا حاجات طبعًا. الام هي الاساس. لان هم واضح مش مركزين، هم بقول لك حتى لو الاب مسافر، انا قلت لك الكلام ده، لو الام قاعده حتى لو الاب مش مركزه الام موجوده، الام بالام والاب مش مركزه، والبنت بقى شخصيتها ما هي شخصيه مياله للغلط، الشخصيه عارفه ربنا، دي بقى بتبقى كل واحد وشخصيته وطباعه. ما هو ده التربيه، انت بتزرعي وبتسيبي، توكلي على الله بقى، ربي بيها. ايوه ربي بنت كويس جدا بس ربي بيها. ابوها ده بس يعني خد القرار انه يبقى ياخد لقب بابا وسابها، وهو واضح ان هو رجع يعني بصراحه متضايق منه، ملاحظ في حاجات في بنته، فكر في الناحيه الماديه في الحياه بس. ايوه نسي ناحيه مهمه ثانيه. طيب احنا يا رب احنا في نهايه حلقتنا، عايزه بقى كل واحده في الاخر تقول لها نصيحه مباشره. انت يا رشا قولي لها لو كنت مكانها هتعملي ايه. انا لو كنت مكانك، ان الله ستار حليم، توبي توبه نصوحه واستغفري كتير وربنا يسترها معاك ان شاء الله. ان شاء الله. انت يا شيماء لو كنت مكانها تقولي لها ايه؟ لا انا هكلم والدها بصراحه، هقول له انت بوظت الدنيا، وهي محتاجه انها ترجع تاني تصلح نفسها يعني بالتوبه، تقرا قران، تعمل تروح لدكتور نفسي. ونصيحه لكل الناس اللي بتفكر تخلف او اللي عندها اطفال لسه صغيره، يعني يخلوا بالهم، يعني مش ذنبهم ان هم اخذوا قرار يجيبوا اطفال، فالاطفال دي مش ذنبها انها جت الدنيا. طب هي تعمل ايه برضه؟ هي ما انا بقول لك لازم هي بقى انت بقى تكلميها لو كنت مكانها تعملي ايه؟ انا بقول لك لازم تتوب يعني تروح لدكتور نفسي، يعني محتاجه الموضوع علاج نفسي جدا يعني. انت يا ايمان لو كنت مكانها تعملي ايه؟ انا مع رشا في 50% من اللي قالته، انها تتوب وتستغفر وترجع لربنا، لان الذنب يعني هو ذنب عظيم وربنا غفور رحيم. طب وفي نفس الوقت لو تقدم لها حد لازم تقول له وتصارحه، وما تبداش حياتها وهو مش عارف عنها حاجه، لازم تقول. تمام، ربنا يسترها عليها ويعمل لها اللي فيه الخير، هي وكل البنات والولاد وكل ولادنا يا رب، ويحميهم ويحصنهم. احنا طبعا في نهايه حلقتنا بنشكركم مشاهدينا، ومستنيين طبعا كل الميلاد بتاعتكم، لو اي حد عنده اي مشكله ومحتاج لراي فيها ان احنا نشارك بعض في النصيحه، فطبعا احنا بنستقبل طول الاسبوع على ميل البرنامج مشكلاتكم. ولو كنت مكاني بشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله.